وجزء الأخبار من ليبيا الحدث، حياكم الله مشاهدينا. كشفت مقاطع مصورة أن من يقوم بتفرقة المتظاهرين العزل بميدان الشهداء هم المرتزقة السوريون الموالون لأنقرة. كما أوضحت تلك المقاطع أن من بين المتظاهرين أطفال ونساء وشيوخ، والتي انهالت عليهم نيران المرتزقة والإرهابيين. الجدير بالذكر أن التظاهرات ضد حكومة الصخرات والمرتزقة السوريين دخلت يومها الرابع بمعظم المدن بالمنطقة الغربية، مطالبة بإجلاء المرتزقة والاحتلال التركي من البلاد واستقالة حكومة الصخرات وتحسين الأوضاع المعيشية. طلب رئيس حكومة الصخرات فايز السراج من رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد نعمان الشيخ فتح ملفات إهدار المال العام، وذلك في محاولة منه لامتصاص غضب المتظاهرين. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الطرفان في طرابلس، دعا خلاله السراج إلى ضرورة فتح جميع ملفات الفساد المتعلقة بإهدار المال العام. جاء ذلك بالتزامن مع دخول احتجاجات قوية للمواطنين انطلقت من مختلف مدن المنطقة الغربية ضد ممارسات حكومة الصخرات. أعرب عضو مجلس النواب محمد العباني عن ابتهاجه لخروج المواطنين في المنطقة الغربية بعد غياب طويل إلى الميادين والشوارع لرفض حالة التدني وقطع الكهرباء والمياه والوقود وما تقوم به الطغمة المغتصبة للسلطة في المنطقة الغربية حسب قوله. العباني أشار خلال تغطية خاصة على قناتنا إلى أن خروج المواطن للشارع العام هو السبيل الوحيد لإسقاط المسؤول الفاسد، لافتا إلى أن صمت المواطنين عما يتعرضون له سيجعل المسؤول يتمادى بأفعاله دون وجود رادع له. كشف مصدر عسكري لقناتنا أن تركيا نشرت نظاما للدفاع الجوي S-125 بميناء مصراتة عقب توقيعها عقدا مع حكومة الصخرات واستخدام المطارك كقاعدة عسكرية تركية. هذا كان السراج قد وافق على تحويل ميناء مصراتة إلى قاعدة بحرية تركية حسب ما كشفت مصادر خاصة، وذلك بعد زيارة وزيري الدفاع التركي والقطري إلى العاصمة طرابلس. رصد موقع إيتام الرادار الإيطالي المتخصص في تتبع الرحلات العسكرية فوق البحر المتوسط طائرة تركية من طراز لوكهيد C-30 منطلقة من إسطنبول وتوقفت في مطار مصراتة قبل أن تحط في قاعدة عقبة بن نافع جنوب مدينة زوارة أقصى غرب البلاد. وأوضح الموقع أن الطائرة أقلعت مرة أخرى إلى تركيا عبر مصراتة في الساعة 3:30 عصرا بتوقيت وسط أوروبا، كاشفا متابعته منذ فترة طويلة لرحلات القوات الجوية التركية بين أنقرة وطرابلس. ختام الموجز مشاهدينا، لمزيد من الأخبار تابعوا قناة ليبيا الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، يوتيوب وتليجرام. كما يمكنكم تحميل تطبيق القناة على أجهزتكم المحمولة، كما بإمكانكم أيضا متابعة البث الحي والمباشر عبر الموقع الرسمي للقناة ليبيا الحدث. .net. أشكركم على طيب المتابعة، دمتم في أمان الله، إلى اللقاء.